مصطفى، عايز برضو توقعاتك للخمس مباريات في تصفيات كأس العالم. بالنسبة للمنتخبات يعني مثلا المغرب والكونغو، تتوقع مين؟ المغرب طبعا، يعني المغرب المغرب نسبة كبيرة. المغرب بنسبة كبيرة على الورق، انما كرة القدم ما بتعترفش غير بال تونس ومالي، تونس ومالي، يعني 50-50، 50-50، لان مفيش تفوق لتونس. لا يعني تونس يعني لو بالاداء اللي ادوا بيه في البطوله الافريقيه، ومالي لا 50-50. 50-50. بالنسبة لنيجيريا وغانا، نيجيريا وغانا لو بالمستوى اللي ادوا فيه مباراه مصر نيجيريا، انما لو المستوى اللي بعد كده واخد بالك برضه كان ماتش تونس بس غانا مستوى وحش قوي جدا، يعني هي ده اتغلبت من جزر القمر. يعني بقول لك، ما هي غانا بس خلي بالك الماتشات دي يا كابتن خالد نهائيه، الموضوع فالموضوع بيختلف، مختلف. وبعدين ماتش هنا وماتش بس انت هنا. بترشح نيجيريا اكتر. نيجيريا اكتر. الجزائر والكاميرون، الجزائر والكاميرون يعني دي يمكن اصعب مباراتين من وجهه نظري انا في التصفيات، الجزائر الجزائر والكاميرون ومصر والكاميرون ومصر والسنغال. والسنغال، اصعب مباراتين. الجزائر فريق كبير، وانا بقول برضو برجع تاني فريق بطل، واللي حصل في البطوله الافريقيه دي يعني زي ما بيقول انتكاسه مش هتطول. والجزائر فريق عريق وبيأدي اداء ولا اروع من كده، وبيملك لاعبين كبار جدا، وبيملك مدير فني على اعلى مستوى، وبيأدوا نتائج كبيره جدا وشفناها اخيرا في البطوله العربيه. وانا بتمنى واتوقع ان المنتخب الجزائري ان شاء الله هيوصل كاس العالم. مصر السنغال بقى، والسنغال 50-50. يعني لا، مصر والسنغال انا بتكلم يا كابتن خالد، السنغال بتملك كتيبه من اللاعبين المحترفين وفرقه قويه، وكره القدم فيها قواعد ثابته، الاحترام لازم يبقى موجود. انما طبعا المنتخب المصري بالاداء اللي احنا شايفينه، وان شاء الله باذن الله نوصل وناخد الكاس، قادرين ان احنا نتخطى منتخب السنغال ونوصل كاس العالم ان شاء الله. اسلام، مالي وتونس. هو مشكلة مالي ان هم ما بيلعبوش في باماكو، ما بيلعبوش في مالي للمباريات بالظبط. لو بيلعبوا في مالي انا ارشح مالي. ترشح مالي؟ ارشح مالي. لو لعبوا في مالي؟ لو لعبوا في مالي. طب وبالنسبة للمغرب والكونغو، وكوبر ماسك الكونغو كويس على عيني وعلى راسي، بس هي زي ما احنا بنقول قبل المباراة التوقعات كلها، لا راح ناحية المغرب طبعا. المغرب اكيد، وخصوصا ان الاواي هيبقى في المغرب، يعني الماتش تاني في المغرب. نيجيريا وغانا. نيجيريا غدا. نيجيريا وين؟ نيجيريا طبعا بسهوله. طبعا نيجيريا. طيب وين ان شاء الله؟ مصر مصر والسنغال. طب نيجيريا ولا نيجيريا ان شاء الله. مصر والسنغال دائما وابدا الفرق الافريقيه يا كابتن خالد انت لن تتفوق عليها، لا بدنيا واحيانا ولا مهريا، ولكن بتتفوق عليهم خططيا. جميع الفرق الافريقيه، مش شمال افريقيا، الافريقيه، قول زي ما انت عايز، سنغال، كاميرون، نيجيريا، ساحل العاج، اي حد، عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في النواحي الخططيه، وخصوصا في النواحي الدفاعيه. فممكن يبقى ده مكسب لينا ان شاء الله. لكن الماتش 50-50 طبعا طبعا. طيب. ممكن يتصعب كمان لان الاواي هيبقى في دكار هناك. الجزائر والكاميرون ماتش صعب، بس اظن الجزائر خدت درس كبير جدا 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 جدا. الجزائر وين ان شاء الله. الان من بكاري جسامه بكره بعد نهائي 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 الآن؟ نهائي نهائي نهائي. الان من بكاري طبعا جسمي. نهائي الآن. طبعا. لا انت ما عملتوا لي نهائي ليه؟ لا لا لا. يا خالد انا هقول لك حاجه. يعني بكاري جسامه مش حكم ناشئ لسه. هم لو عايزين يعملوا اي حاجه في المباراه ديت كان ادوها الحكم يلعب اللعبه ويمشي، لكن الحكم لكن جسامه ده الحكم بتاع الماتش اللي فات. أيوة اللي سنة قبل بكاري جسامه. ثانيه واحده. السنغال ثانيه واحده. ده بينرفز لعيبه. ثانيه واحده يا كابتن خالد. اسمه ايه هو بقى؟ ما حدش يعرفه. الحكم السنغالي. انا اقصد ايه؟ كاس عالم يعني. لا لا انا اقصد ايه يا خالد، انا لو عايز اجيب حكم يخلص لي الليله هجيب حكم اخلص عليه ويمشي من غير ما حد يعرفه. لا بس لكن جسامة واحد في الدور قبل النهائي حكم قليل. لا مش قليل، لكن جسامة يخاف على اسمه. يا باشا بكاري جسامة حكم لنا ماتش نيجيريا وما حسبش ضربة جزاء لزيزو. نمرة اتنين الفار بره في حكم تونسي. هيثم كرار. وحكم جزائري اظن. ما هو يعني ما تقلقش. يعني لا انا مش خايف على القرار. مين يا كابتن اسلام؟ هنشوف. ايوه صح. بس انا مش قلقان. مع الفار ممكن يقول له ضربة جزاء وهو ما يحسبهاش. صحيح. بس يعني انا عايز اشوف. احنا بس ربنا يستر. نتمنى ان هو منتخب يكون في الحاله اللي كان موجود عليها في ماتش المغرب. ويكون توفيق ربنا معانا، واللعيبه دي قادره انها ترجع بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله.